حضرات السادة الأفاضل، إن الجرائم الاقتصادية والمالية أو ما يصطلح عليه بجرائم الأعمال أو بجرائم ذوي الياقات البيضاء هي جرائم غير عنيفة ولها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وأداء المرفق العمومي والسياسات التنموية في البلاد. ولمواجهة هذا النوع من الجرائم انخرط المغرب في جهود مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى توقيع المملكة المغربية ومصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإخضاع منظومتها التشريعية المؤسساتية للتقييم. وغني عن البيان أن الجرائم المالية بأشكالها المتعددة تغذي عدة سلوكات وممارسات تصنف إلى جنح أو جنايات من شأنها أن تقوض شروط المنافسة الحرة وتضر بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية المشروعة، وتعاقل بالتالي مجهودات التنمية البشرية المستدامة. لذلك أصبح الآن من المحتم تبني مقاربة شمولية لمفهوم الفساد بجميع أشكاله، بما يستوعب جميع الانحرافات المرتبطة بأنشطة الإدارات والهيئات العمومية والحياة السياسية، بالإضافة إلى جميع الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة المشروعة في العلاقات الاقتصادية. وهذا ما أكده السيد رئيس النيابة العامة في كلمته بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط بتاريخ 9 يونيو 2022 لتعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، أخذاً بعين الاعتبار المعايير الدولية، مؤكداً توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فسح يؤكد على ضرورة محاربة كافة أشكال الفساد على اختلاف مظاهرها ومنابعها لما لها من بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث جاء في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد: فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها وضرب بالقوة على أي المفسدين، والمجتمع بكل مكوناته من خلال رفضها وفضح ممارسيها والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. انتهى النطق الملكي السامي. تنظم النيابة العامة بمحكمة استئناف بمراكش يومه 15 ماي 2023 دورة تكوينية لفائدة السادة ضباط الشرطة القضائية والسادة النواب الأولين بالدائرة القضائية حول تقنيات البحث في الجرائم المالية وخصوصيات الإجراءات الاحترازية والبحث المالي الموازي بشأنها على ضوء المعايير الدولية. إذن تأتي هذه الدورة التكوينية في إطار خطة رئاسة النيابة العامة التي أكدت على ضرورة التكوين المستمر لفائدة السادة قضاة النيابة العامة والسادة ضباط الشرطة القضائية حتى يكونوا مواكبين لمستجدات التشريعية والواقعية، وكذلك تنزيلا للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 الذي أكد على أن نجاح إصلاح العدالة ينبغي أن يكون هناك تكوين قضائي متخصص، وكذلك أكد على دور القضاء في المساهمة في تشجيع الاستثمار الوطني، وكذلك أكد على مسألة التكوين التخصصي ودور القضاة في حماية الاستثمار وتشجيع الاستثمار ببلدنا. إذن هذه الدورة التكوينية
سوف نعرض من خلال المداخلات والمحاور الأربعة المخصصة لها، هناك أربع محاور. المحور الأول سوف ينصب حول تقنيات البحث في الجرائم المالية. المحور الثاني سوف يخصص لمناقشة الإجراءات الاحترازية والبحث المالي الموازي على ضوء المعايير الدولية طبعا في الجرائم المالية. المحور الثالث سوف نتطرق فيه إلى خصوصيات الباحث المالي، والمحور الأخير سوف يعرض إلى تقنيات الاستماع، تقنية التحري والاستماع إلى الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية. سوف يؤطرون هذه الدورة التكوينية قضاة النيابة العامة وتلة من السادة ضباط السلطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الملكي، وسوف يستفيد من هذه الدورة كما قلت سابقا ضباط السلطة القضائية، السادة النواب الأولين، وكذلك يحضر معنا رؤساء الغرف قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف الذي سيغنون طبعا النقاش في هذه الدورة التكوينية. وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.